السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الشباب؟ كيف الحال؟ اليوم راح أقدم لكم طريقة الحصول على أكثر من 3 ملايين شارة شرف، وذلك فيما يلي: أي بطل عندك عنده الميزة دي؟ تنوير. بعد ما يقطع 180 ليفل 180 ما يعمل له صحبة، يوصله ليفل 200 وبعدين يعمل الصحبة، هترسل له شركة AGG 267 كتاب خبرة من فئة 500 ألف، وكل كتاب سعره 12 ألف شارة شرف. هتبيعهم ب3 ملايين، أكتر من 3 ملايين شارة شرف، هتستفيد منهم كتير. أو فيك تستفيد بشي تاني، إنك تاخد 267 كتاب وتلف البطل تاني توصله ل180 وأكتر، وهيك تضرب عصفورين بحجر واحد. بس أهم شي يكون عنده ميزة تنوير، هيكون سهل انك توصله للميتين، ليفل 200، عن طريق انك تحطه لحاله هون وتقوم بإخلاء الموجات او الزنزانات. واتمنى ان يكون فتتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.